النجمة رانيا فريد شوقي، كل رمضان وانتي جميلة. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والمستمعين بخير يا رب، وصحة وسلام ورمضان كريم علينا جميعا. علاقتك ايه بالبيع والشراء يا رانيا؟ سيئة يا شيخة. مع ان الستات احسن ناس يعرفوا يشتروا ويبيعوا. مش كل الستات، لكل قاعدة شواذ زي ما بيقولوا. بتعرفي تفصلي طيب؟ خالص. يعني ممكن تتخمي وتتخدعي وتشتري حاجة أغلى من ثمنها؟ هو مش ممكن، هو ده اللي بيحصل معظم الوقت يعني. أول بند في بنود الشوبينج عند رانيا فريد شوقي إيه؟ الأكل والشرب طبيعي، الأكل والشرب. يعني كعادة المصريين. لا، في ستات بتحب البرفانات، ستات بتحب الشوبينج طبعا. أنا لا، الهدوم طبعا مهووسة بالموضوع. طيب دايما بتعملي شوبينج لوحدك ولا بتاخدي حد عشان تعرفي رأيه؟ معظم الوقت بعبير أختي، يعني دايما عبير. إحنا التوأم ملتصق كده دايما. طيب الستات ليه بيشتروا دايما من الحاجة اتنين يا رانيا؟ اتنين؟ انا اعرف ستات كتير يشتروا كل حاجة. لا انا ازهق. لا لا لا، انا بحب التغيير. انا مش شخصيات، يعني لو في مثلا بنطلون عجبني لا خلاص اشوف موديل تاني. لكن مش هو مرة لا تانية. لا ازهق. طيب ممكن تشتري حاجات ملهاش لازمة؟ عادي جدا، ده امر طبيعي. ده بيزعج جوزك طبعا. اكيد طبعا. بتاخدي رأيه في اللي بتشتريه؟ طبعا لازم. ممكن هو يشتري حاجات ليكي وانت تشتري حاجات ليه من غير ما تكونوا الاتنين مع بعض؟ هو ذوقه حلو جدا. مين ذوقه احلى؟ وحافظ ستايلي وانا كمان. يعني لو رانيا فريد شوقي اشتغلت بياعة تبيعي ايه؟ يا نهار، ده انا هخرب بيتهم. يا نهار، تبيعي ايه؟ هدوم. كان في رواية أرض النفاق ليوسف السباعي كان في شخصية حد بيبيع مبادئ وقيم. لو افترضنا انك هتبيعي مبادئ وقيم للشعب المصري، حاسة انه محتاجها، هتبيعي له مبدأ ايه او قيمة ايه؟ الاخلاق، الضمير. هيشتروا؟ مع الوقت ممكن يشتروا. تعرفي تبيعي الصبر اللي محتاج له؟ الى حد كبير. صبورة؟ الى حد طبعا. الحمد لله الحمد لله. ازاي نشتري راحة البال يا رانيا؟ بالرضا، وانك تتفائل. تفاؤل رغم كل الظروف الصعبه. رغم كل الظروف، هي اسمها دنيا. هو انا ما ضحكتش عليك وقلت لك دنيا في الجنه. اسفل تحت يعني. ايوه يعني. انا ما ضحكتش عليك وقلت لك ان احنا في الجنه، فعشان كده دايما بقول لك انك طول الوقت الدنيا انت بتعافر وعندك مصاعب، واوعى تفتكر ان ايا كان حد، حتى لو من اغنى اغنياء البلد او غيره، هو مرتاح. محدش بيرتاح، بيبقى فيه شيء ما عنده، لان احنا كمان بشر بطبعنا، البشر طماع. اللي معاه قرش يسوى قرش زي ما بيقول المثل؟ لا، في الزمن ده لا، لان لا. اللي معاهم قرش دلوقتي ما يسوش بصل. طب ايه رايك في المثل اللي بيقول من باعك بيعه؟ حسب هو باعك ليه. ما احنا كمان مش عايزين نبقى قاسيين. يعني في حد انت ممكن تبقى عملت موقف وحش قوي. يعني انا شايفه كمان حاجات اللي على السوشيال ميديا الفتره دي فيها عنف جامد قوي. يعني حتى الهزار بقى عنيف، وبقى فيه خروج عن الاخلاق. يعني زي ما بتقول مثلا من باعك بيعه ليه؟ ما اعرف ايه هو باعني ليه. ممكن تكوني اشتريتي حد وباعك. وارد، بس ايه السبب؟ يعني لكن هدوري على السبب. لازم ادور على، لو انا لو الشخص ده عزيز عليا لازم هدور على السبب. مساله الشراء بتاعت الدماغ دي بتبقى معموله ازاي؟ انا ماليش في اللت والعجل. بالظبط. بكرهه. تمام. ماليش في الرغي، ماليش في النميمه. مع انك ست، والست فيهم في كل الحاجات دي. يبقى انا ست كارفه على راجل. لا بعد الشر او استثناء. يلا. لا ماليش في الكلام ده خالص. وشراء الدماغ بالنسبه لي اقول لك زي ايه مثلا؟ اما حد يبقى مرهق قوي في الشغل. يعني مثلا لو احنا بنعمل عمل ما وتلاقي حد مرهق، فاقول انا مش هركز، انا هشتري دماغي لان شغلي اهم، فخليكي مركزه في شغلك. ساعات تخش اللوكيشن تلاقي حد بيزعق طول الوقت فيوترك. يا جماعة احنا جايين نشتغل نفن دي حاجة كبيرة. فأقرر ان انا اشتري دماغي. عارف هوا مش سمع انا فصلت. الغالي تمنه فيه ولا مش قاعدة؟ مش قاعدة طبعا، مش قاعدة خالص. التاجر لما يفلس بيفتش في دفاتره القديمة. ايوه. ده انت ضحكتي، ده واضح ان السؤال جاي بعملها كتير. جميل. ايه بقى؟ اقعد اشوف بقى مين في ايه. لا ده في حاجه كانت تايهه مني، في مبلغ كنت ركناه على جنب، مش عارفه يعني. اقعد ادور كده في اي حاجه عشان بس اتفائل. على مدى مشوارك عرفتي تبيعي موهبتك او تستثمريها بشكل جيد؟ لا. ليه؟ يمكن لاني مش سوشيالايزد قوي، يعني مش اجتماعيه بالشكل الكبير. يمكن لاني ما بعرفش اخبط البيبان، دايما في انتظار اللي يجي.
العمل اللي يجي، يمكن معرفش اروج عن نفسي، يمكن صراحتي ساعات ممكن تضرني، بتكلم في الفن القديم دايما كتير، وده ممكن يبقى بيضايق الغير، يقولك يا عامله فيها عايشه في زمن تاني وبتاع. طب خليك انت بقى، معرفش يعني، ما بقعد افكر في الاسباب كلها، بقول لا انا كان ممكن اكون في مكانة افضل من دي. حاجه اشتريتيها بفلوس كتير قوي يا رانيا وضاعت وزعلت عليها؟ انا عمري ما زعلت على حاجه، حتى لو كانت غاليه، حتى لو كانت غاليه دايما. ذكريات حلوه معاكي مثلا. الغريب ان دايما اقول لك ربنا بيسبب الاسباب، مش غريب، هو ده الطبيعي يعني. ربنا بيسبب الاسباب عندي. عندي القصه دي بشكل كبير. لما بتبصي على فاتوره عمرك بتحسي بايه؟ بحس اني عشتها حلوه قوي يعني، ده من نعم ربنا عليا. عشت طفوله رائعة مع أب وأم في منتهى الحنان والعطاء، وأسسوا فينا مبادئ وتربية، وطلعونا نفسيا أسوياء، ودي مهمة جدا جدا في الزمن ده، نفسيا دي حاجة مهمة. بلاقي إن ربنا وأنا معايا بنتين جمال قوي، عمري الفن ما سرقوش وما خلفتش وما جوزتش، لقيت إني عشت كل مرحلة بحلوها ومرها. أغلى بند كان في الفاتورة دي إيه؟ أغلى بند يمكن إنك مريت بتجارب ما كانش المفروض إنها تكون في حياتك. ليه أحيانا الرخيص له ثمن في الزمن ده؟ عشان إحنا اللي بنعمل له ثمن. قرار اتخذتيه وعايزة تبعيه لحد تاني؟ بناتي قرار اتخذته انهم يعني واحدة فيهم عايزة تكمل تعليم برا مصر، عايزة ابيع لها مالها مصر، ما زي الفل. حاجة في حياتك بقت خردة وملهاش قيمة؟ كلام الناس. وحاجة عايزة تعملي عليها مزاد لان قيمتها كبيرة جدا؟ فريد شوقي. لما بتعملي علاقة انسانية وتبوظ منك بتبيعيها ولا بتشتريها وتخليها في صندوق الذكريات؟ لا برميها. مين الناس اللي ما تسواش؟ الناس الناقصة. مين الناس الناقصة؟ اللي عندهم نقص نفسي ونقص إنساني. لو هتشتري قرار ممكن يسعد حياتك هيكون أي قرار؟ أخش في حضن أبويا. آخر سؤال، لو رانيا فريد شوقي قررت تبيع قلبها تحب يكون الشاري مين؟ تامر حبيبي يا جوزي. ربنا يخليكم لبعض، وكل سنة وانتوا دايما طيبين. وحضرتك طيب، والمستمعين بخير، ورمضان كريم.